مر رجل سفيه على رجل حكيم. السفيه سب هذا الرجل الحكيم سبا، الحكيم لم يرد عليه أبدا. فمن حضر هذا المشهد عاتبوا الرجل الحكيم، قالوا: لما لم ترد عليه؟ قال: أتظنون أنني لا أمتلك القدرة في الرد عليه؟ إلا أنني خفت أن يمر أحدهم لا يعرفنا فيظن أننا سفهاء نتبادل الشتائم. قالوا: سكت وقد خوصمت. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح. الصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وهو لعمري لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. إشارة في القرآن إلى هذا المعنى، إلى هذا التعامل الراقي مع الجاهل. والله القرآن فيه كل شيء، الحكمة موجودة في القرآن. أنتظركم ترسلون لي هذه الآية. الله يجعلنا وإياكم من المتدارسين لكتابه سبحانه وتعالى. أقرب لكم نهاية سورة الأعراف آخر صفحة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين.